السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على التيار الكهربائي. كان في العام الماضي أعطينه رقم الوحدة 16، لكن في هذا العام أعطوه الوحدة رقم 3 لصف 12 متقدم. المحتوى العلمي ما تغير، اللي تغير فقط أرقام الوحدات. فأنت إذا بدك تدور في مدونة تدور على اسم الوحدة، يعني التيار الكهربائي، بتلاقي الحلول، ما تدور على أرقام الوحدات. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعار المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، أو أقرأ أفهم أحفظ أطبق. ومفتاح النجاح في إيدك بعون الله. مسألة تحفيزية: تتغير دائرة، ونتيجة لذلك يتضاعف فرق الجهد عبر محرك التيار. من هالعبارة أو هالعبارة بكتبها بشكل رياضيات: دلتا في 2 وتساوي 2 دلتا في 1. يعني من كلمة يتضاعف، مين اللي بده يتضاعف؟ فرق الجهد. ويصبح التيار عبر مصباح الضوء، ويصبح التيار عبر مصباح الضوء 3 أضعاف. هالعبارة هي بكتبها بالشكل التالي: التيار I2 تساوي 3I1، 1 دليل الدائرة الأولى و2 للدائرة الثانية. كيف يؤدي ذلك إلى تغيير قدرة المحرك؟ كونه ذكر لي تغيير قدرة المحرك، نكتب معادلة القدرة اللي بتربط ما بين فرق الجهد والتيار، اللي هي هذه: بي القدرة تساوي لآي التيار في دلتا بي فرق الجهد. ومنعود بي 2 القدرة تساوي لـ3I1 ضرب 2 دلتا بي 1 وتساوي لـ6I1 في بي 1. آي 1 في دلتا بي 1 هذه هي بي 1. إذن القدرة حتصير 6 أمثال ما كانت عليه. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.